ويسعد لي اوقاتكم جميعا. وصفتنا اليوم بتكون هنديه، راح نسوي كراهي تشيكن. وش اساس الوصفه؟ البصل المقلي والزبادي زي ما تشوفون. خليني اقرب لكم اسوي لكم زوم. هذول الاثنين راح نخلطهم بالخلاط وراح نضيفهم للدجاج، يعطي نكهه اليمه لكراهي تشيكن. طبعا الدجاج عندكم انا حاطه هنا دجاج يعني بالعظم منزوع الجلد ومقطعته قطع، اذا حبيتوا تستبدلونه بالصدور براحتكم، بس اطعم اذا صار بالعظم. بالنسبه للبهارات عندي بهارات عدله وبهارات مطحونه راح افصلها لكم. بالنسبه للبهارات العدله عندي كمون وقرفه وهيل وورق كاري وقرنفل وهيل هندي. والبهارات البودرة المطحونة اللي راح نضيفها عندي بهار الكاري وجرام مسالة وملح وفلفل أسود. وعندي هنا ثوم دقيته مع زنجبيل مبشور عشان يصير لي معجون الزنجبيل بالثوم، وفلفل حار حسب الرغبة. خلاص كذا الخليط عندي جاهز، بخليه على جنب لين نخلص من حمس الدجاج ونضيفه في الأخير. بالبداية راح أحمس البهارات العدلة عشان تطلع ريحتها وتصير المرقة طعمها غير شكل، وبعدين راح نضيف الزنجبيل والثوم والدجاج. لا، الدجاج قبل بعدين الزنجبيل والثوم. يا عيني يا عيني على ريحة البهارات بالحمص تطلع شيء. الحين راح أضيف الدجاج. بسم الله، عاد الزيت حار فايستر. يلا أوكي نضيفه. بالبداية بقلب الدجاج مع البهارات العدلة ويتغير لونه، بعدين أضيف معجون الزنجبيل والثوم والبهارات المطحونة كمان. الدجاج إذا سويتوه يعني إدامات أطعم إذا صار بالعظم. يعني نصيحة، لا تسوونها صدور. يعني في البعض يقولك لا نبغى نستسهل نسوي صدور. أوكي تستسهلين، بس صراحة يفرق يفرق العظم سبحان الله. يعني على قولة أمي تقول من الأولين يعني عندهم مرقة العظم لها طعم ثاني وهي دواء عندهم، فما بالك يعني لجيتي تطبخين فيها. فكل الفايدة في العظم نفسه. الحين بعد ما تغير لون الدجاج تقريبا 5 دقائق قعدت حمسة لدرجة انه شوي تحمر، راح اضيف الزنجبيل والثوم وحمسة معه لين تبدأ تطلع ريحة الثوم والزنجبيل، وبعدها بنضيف البهارات المطحونة. طبعا كله على نار عالية، لا تصير النار واطية علشان ما ينشف الدجاج معكم. الحين جاء دور البهارات المطحونة، وإذا حبيتوا تضيفون الفلفل الحار. أنا حطيت قرن فلفل واحد بس بس بس، شفتوا شلون؟ ما بكثر. ممكن تستغنون عنه بس نبي شوي كذا في لسعة سبايسي. يا سلام على الريحة، يا سلام سلم، ليتكم تشمون. بضيف له نتفة موية، ماني مكثرة بس شي بسيط، بس أبي الدجاج شوي يستوي. بغطيه بخليه 5 دقائق، وبعدين راح نضيف لها خليط البصل والزبادي. شوفوا ما كثرت خليط البصل والزبادي. وين غطى القدر مير؟ بغطيه الحين ونشوف. الحين بعد 5 دقائق راح أضيف الخليط حق الزبادي مع البصل اللي هو هذا. بسم الله بزيده هنا موية عشان ننظف الخلاط منه ومنها كمان عشان يصير فيه شوية مرقة. احنا ما نبي مرة مرق، خلينا أحركها. أصبر أصبر. خلاص هذا هو. يو يا ريحة البصل، يعني شوفوا تخيلوا لسه ما بعد غلى لكن بدأت تطلع الريحة، شيء خرافي. الحين بغطيه وخليه 5 دقائق بعد ونرجع له. الحين بعد 5 دقائق راح أضيف له نعناع مفروم عشان ياخذ النكهة،
وكمان كزبرة مفرومة. خلاص يتقدم. طبعاً أقلبه شوي. خلاص كذا هو جاهز للتقديم مع رز أبيض. تبوا تأكلونه كذا اللي ودكم. وهذا كراهي تشيكن وخلاص. زينت بحليب جوز الهند وهذا طبعاً اختياري وكزبرة مفرومة. تقدمونه مع رز أبيض أو خبز. وبالعافية.